الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوتي أخوات أو متتبعات قناة سمية قباجي طايز بالكمبيوتر، تنتمنى باش يلقاكم هذا الفيديو الجديد الهندي وهذا النهار في أحسن الظروف وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جالي واحد السؤال على المبرة وأنا نيت جالسة كنطرس فيها، ايوا قلت علاش ما نجاوبهاش ونجاوبوها بفيديو ماشي غير هكا، نوريوها كيفاش غاتلك المبره ما كتجيش طازه فيها مزيانه، ودارت على الناس اللي طازوا لها وشافت ديك الخدمه ما مزياناش وشافت الخدمه مفلقه، ايوا وما بغاتش يدفعتو بها وتخسرتو بها. وهذا هاد السيده هادي بني ملال جات هي صيفطت لي هاد السؤال في كومونتير، قالت لي مبرا ما واش مبرا انتينا كطيزها مزيان؟ قلت لها على حسب الكاليتي ديال المبرا وعلى حسب السقا اللي كنطيزو به. هو السقا اللي راه شويه صعيب، شويه السقا اللي صعيب، وخصك تبقى تريقل في هاد الدباهيه غير باش يدفع قفطانها ولا جلابتها ولا معرفتش شنو باش يدفع. خصك تبقى تريقل في هادو، في هاد لي بوطون هادو ديال طونسيو ديال الماكينه، هادو هما اللي تبقاو نريقلوهم. حتى حنايا بحال الماكينه ديال الرباطيه العاديه بحال هادي كتبقى تريقل طونسيو، والسقا اللي هي ما كانش مزيان راه ما يخدمش مزيان هنا، ما يخدمش كتبقى تريقل. داكشي تجيب كاليتي زوينه والكاليتي ديال مزيانه ديال كاين الباطو كاين ما احسن من الباطو، المهم كيدير 100 درهم ولي كنخدمو به دابا. المهم السقا اللي حر ومزيان وتنسعفو معاه بشويه شويه هو السقا اللي صعيب في المبره، والمبره هي اللي كانت داك المبره اللي عندها الزغبه ديالها طالعه هكا بزاف، راه داك غير ما تدفعش فيه فلوسها، واخا يديرو ميكا واخا يديرو الكاغيط، اللهم الا داروا الكاغيط يمكن تطلع مزيانه، ولكن المبره مخدومه بالكاغيط راه ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه مزيانه وماشي شي حاجه ديال سينيه ولا ديال لوصايه ولا شي حاجه. بعدا كنوجه واحد التحيه للناس الطرازات اللي عندهم هاد المواكن ديال الاورديناتورات يحاولوا يبداو يخدموا ميكا، ما يديروش داك الكاغيط، لان الكاغيط سبحان الله تقلب شي ما على داك القفطان ولا على داك ولا على داك الناب ديال المبره او الميطا او داكشي، الكاغيط كيتنفخ وكيخسر الطرز هذا. لهذا كنفضلوا نديروا ميكا او السلوفان، داك السلوفان اللي كيكمشوا به داكشي ديال الحلويات طباسط الحلويات وداكشي او تيتو، هذاك حتى ديرو هكا دغيا كيمشي. وهذا حتى هو ها انتما ها هو ساهل، انا تنطرز به السيده ها هو ساهل، تنسالي الحاجه وكندير لها ديك الساعات كنحيد، راه باقي راكب في الماكينه ها هو دغيا كنتحيد، ساهل التحيد. بحال دابا انا بحال دابا خدمت لي هذا دغيا حيدت لا ميكا، ما عجبتنيش الخدمه بعدا كنرجع حتى تنحيد ميكا، كنرجع وتنعاود. هانتوما شوفوا كيعامل، لا في لا تفلاق لا والو، هنا كاين لا تفلاق لا والو، هانتها بالحرير ها بالسقلي، دير هكا ما يبانلكش الثوب، ما يتبانش المبره. الخدمه تنخدمو ونعاودو في المبره باش هي كيكون ثمنها شويه مرتفع، الطرازه تيطلبو الثمن شويه مرتفع، على هاد هي صعيبه شي شويه ولكن الصبر. حتى حنا ما قبل بديت في هاد القفطان هذا حتى بقيت كندير شانتيو في واحد الطيف ديالو هذا، حتى حصلت على ليبرا اللي خدمت ليا مزيان، لا سقلي ولا اللو اللي بغات السيده. وهذاك علاش عاد انطلقنا وبدينا الله الا سيمانه تعالي وانا كنتريني في واحد الطيف الثوب من هاد الراس لهاد الراس حتى خدمت مزيان، حتى كي قلت دابا يمكن لي نخدم بهاد الراس نخدم بهاد الراس طلع ليا الخدمه هكا مزيانه. والحرير حتى هو لي هاد لي بغات تخدم لك الحرير مزيان، هادي ما تخدموش خصك حتى تريقلها حتى هي. اي خيط ولا اي سقل اللي درنا في الماكينه تتنجربوه تجربه كيف غادي يطلع في الخدمه، وعاد هي الا كانت مزيانه عاد تنتكلوا على الله وكنخدموا. هذا علاش المبره كتخدم غاليه مضوبله في الثمن على الحرير، لان شويه صعيبه كتيشي اللي ما كانش كاليتي زوينه في المبره. دابا هذا تبارك الله راه طالع يما، الله اكبر عليه الله اكبر عليه، وصحة مولاتو وعافيت. وهذا الدرس ديال اليوم درنا على هاداك المبره لا ما تنطرشي لا ما هذا، كتجي الخدمه مفلقه هانتوما
واش باينه شي خدمه في الكوا؟ دابا انا مزوميه التليفون، ها واش كاينه شي مبره كتبان ما بين الخدمه؟ ما كتبانش، واخا كندي وضفينا هكا ما كتبانش الزغبه ديال المبره ابدا. وهذا عاد عندي انا طي زقيق، ماشي حتى داك اللي فيه 1 سنتيم في العريض، داك الرباط العريض ولا شي حاجه. وهكاك وخدمنا حتى الفاسي في المبره والزموري، ولكن كتحيد ميكا وكتبقى تخدم الدوبل، كتدوبل الخيط بحال دابا جوج من اللون، او كتمشي عند داك اللي كيدير لك كرياسيون، فعوض المشي ديال كرياسيون بدوزه وحده كيدوبل الخدمه على اربعه، وداك الشيء بالساعه الاولى كيطلع داك الشيء، كتطلع الغيزه باينه على الزغبه ديال المبره. المبرا ماشي سهله في الطاز ديالها، صعيبه شي شويه، ولكن خصنا نصبروا واش غادي نديروا. وهذاك اللي كيطرز الطلامط الغلاضين ديال المبرا وداك الشيء، هذاك تبارك الله ما كنتش كنصب معاهم صعوبه، انا شفتو بالرهيف واخا. وهذاك الغليظ هذاك تندير ميكا وكنخدم، خدمنا صالونات بالمبرا، وهذا وخلي واحد المبرا كيديوها الحوانت اصحابي النظام اللي كيديروا النظام والشرابل وهذا، وكيخدموا غير بداو كيخدموا حتى هما بلوك ديناتهم، ولكن كتجي الخدمه مفلقه ما بين غيزه غيزه، ديك صبعك تتجي الخدمه غيزه هنا وغيزه في داك البيت، وعندهم ولا عليك صافي. داك السفيفه دار التبطين صافي، باع طلب الثمن، وكاين فات تبارك الله، كاين اللي ما كيدي ما كيجي في هذا الشيء، غير المهم يدوز ساعته وصافي. ولكن بحال دابا قفطان المراه شاريه بثمن غالي وتجيبو الطرازه وتقد بزولها، هادي شحال كانوا مخوفين. انا براسي كنت دفعت واحد القفطان ديالي ديال اللص وهاد الحريف شاريه غالي، السيده ما كانتش عندي انا هادي لوردينيتور، عطيتو له قلت لها صاحبتي هاكا طرز ليا هذا شحال ما طلبتي عليا نعطيك. هي بدات تقول لها سميه حبس راه الثوب كيتبزك، وانا شاريه غالي، شاريه ب 1200 درهم، بدات كيتبزك. راه جابتو لهنا عطيتو لاختي طرزتو ليا باليد وجبتو حابس، واخا باليد تاهو كيعذب، تا باليد كيعذب، المبره صعيبه. ولكن منين طحنا في الطريقه ديال الماكينه ديال لورديناتور تنديرو ميكا، وداك وكاين واحد المبره كتبزك هكا، تا هي طرزوها داروا تحت منها موسلين وحطوا بحال دابا الكم كيتفصل هو وديال المبره مع الموسلين، تديرو الموسلين لتحت كتجبو كطرز عادي، كتنطرز من داكشي. ايوا ودابا المهم واحد خصو يخمم وعاد يتكل على الله. دابا انا عرفتي شحال وانا حتى انا راني درت تجربه وجات لي مفلقه هنا، وبالتالي عودناها جات مزيانه. ها هي اللي برا خدمت ليا شي حالته، ايوا هذا دابا ما يسوى والو، ولكن هكا هي جات غزاله وجات فنانه هكا بالطريقه. وا خوتي هاد النهار انا وريتكم كيفاش هذا، انا كنخدم وانا كنحايل، بانت ليا شي بلايصه هكا تنعاون نرجع مارشايون تنعاودها بالطيزه وصافي، حتى صابرين حتى تيكمل داكشي، الله يكمل بخير. الناس اللي عندهم لورديناتورات ولا المبتدئين ما يخافوا شي من المبره، غير يديروا تجربه ويبداو شويه بشويه وبداو يزيروا هاد الطونسيو ديال الماكينه. ايوا هما نهار الاول تيجي صعيب، نهار الثاني في التالي، ولا بد خص واحد يخدم مبرا ويخدم ساتان ويخدم كلشي في توب رهيف ولا في توب غليظ ولا اي نوع من التوب. ايوا الدرس اليوم كان اليوم على المشكل ديال المبرا، انا خدمت وحداكم وريتكم كيفاش، وما تخافوش ما تخافوش منها، تكلوا على الله وشدوا الكليان وشدوا الخدمه وخدموا على راساتكم وربي يسر. يلا خوتي اخواتي غنخليكم فيديو خفيف وظريف، تنتمنى الناس عندهم الماكن وكانوا متخوفين من هادشي يتكلوا على الله ويقولوا بسم الله ويخدموا على راسهم ويزيروا غير داك الطونسيو ويخفوا في السقل اللي غليظ ويعاود يزيروا في الحرير، وهذا حكا حتى تكمل لبيسها ولا يكمل داك الصالون ولا داكشي اللي شادينا ديال المبره. ايوا نقول لكم اخواتي ما تنساوناش ملي زابوني وملي جيم، واللي عندها شي سؤال بحال هاد السيده هادي كنشكرها دارت لنا النهار درس على السؤال ديالها، الله يجازيها بخير الاخت بني ملال، كنتمنى تكون استفدت وتمشي تقلب على شي طرازه اللي طرز لها قفطم ديالها وتطلع لها في الشهوه وش غادي دير.
بغات تصيفطوا لنا حنا مرحبا بها، ولكن تصبر تصبر حتى تجي لوبسها. ايوا سلامه والعافيه والالطاف الخافيه. ما تنساوناش من التعليقات وبارطاجيو هادشي مع جيرانكم، مع الناس اللي عندهم مواكن وحايرين. وما تنساوناش ملي يجي ملي زابوني بالنسبه للناس الجدد. السلام عليكم، سلام على المتتبعات يا سميه القباج القدام والجدد ان شاء الله. وكنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالي مع فيديوهات جديده ان شاء الله. مع السلامه.